تفضل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا للأطفال مش للكبار، لا طبعا بمزح، الكل حيحبها. حنعمل تشيكن ناجتس بطريقة بسيطة وسهلة زي ما تعودتوا على الوصفات، وحنعمل منها أو معها سوري معها حنعمل صوص يعني أنتوا كنتوا عم بتدوروا عليه. هذا الصوص اللي بتكلوه في المطاعم حعمل لكم إياه اليوم بطريقة كتير سهلة. نبتدي أعزائي بتجهيز خليط الدجاج. في محضرة الطعام حثبت الشفرة الفولاذية، وحبتدي أحط قطع الفيليه بهالشكل، رشة ملح ورشة فلفل أسود. فيكم طبعا تحطوا أي بهارات تانية مع العجينة، وحضيف بقسماط. وشغل لغاية ما تختلط مع بعضها. حضيف البيضة وأستمر بالتشغيل. حبتدي أعزائي هلأ أخذ كمية بسيطة من هذا الخليط وشكله على حسب رغبتي. في ناس بيحبوا يعملوها قطعة مربعة مرتبة، في ناس بياخدوها بطريقة هيك طبيعية يعني زي ما تيجي معاهم، أو تعملوها مستطيلة شوي على حسب رغبتكم. بس قبل ما تشكلوها أنا بدي إياكم تتركوها لبضع دقائق عشان أعطي مجال للبقسماط إنه يتشرب شوي وتبقى متماسكة معاكم شوي. ممكن أحط على إيدي قطرات من الزيت بيساعد على سهولة التشكيل. حشكلها بهالطريقة ونكمل خطوتنا التالية. أعزائي حجهز هلأ خليط التغطية اللي حامل فيه الناجتس. في طبق هحط الطحين، رشة فلفل، رشة ملح، وتوم بودرة وبصل بودرة، بيعطيني طعم كتير طيب. هقلبهم مع بعض وأبتدي أضيف المي البارد. هقلب شوي شوي لغاية ما أحصل على عجينة لازم تكون سائلة. أتأكد إنه الطحين عندي داب كويس الأول، وبعد هيك بتحكم بكثافة العجينة على حسب ما تحتاج مزيد من الماء. الكثافة هاي معقولة بهذا الشكل. هحتاج طبق تاني أحط فيه مقدار من النشا وحخليه جنبي. هاخد قطعة من الناجتس أحطها تتغطى بطبقة خفيفة من النشا، وبعد هيك على خليط العجينة السائلة وعلى الزيت على طول. النشا طبقة خفيفة وعلى خليط التغطية وعلى الزيت على طول. خلوا شغلكم على طول جنب الزيت عشان تبقى الأمور بسيطة عليكم. ممكن أنا حطيت القلاية جنب العجينة وعلى طول من التغطية للزيت. أعزائي الناجتس اتحمرت وأخذت هاللون الذهبي اللطيف، بشيلها وأقترح عليكم إنكم تحطوها في مصفاي، ما تحطوها في على الورق أو تحطوها على شبك لتتخلص من الزيت الفائض. ونبتدي نجهز الصلصة. هحتاج مي والخل، عم نستعمل خل أبيض، وحضيف السكر أي شطة عندكم حطوها أنا عم بضيف الشطة الباودر والبابريكا، وإذا حبيتوا الشطة المجروشة. حسخن لغاية ما يدوب عندي السكر، وبعد هيك حضيف توم. وحبتدي أقلب لغاية ما أتأكد إنه السكر عندي داب. خلوها تأخذ وقتها شوي. حضيف رشة ملح، طبعا إذا حبيتوها قوية أكثر فيكم تحطوا شوي من صلصة الصويا بتعطيها برضو طعم قوي شوي، بس إحنا ما بدنا يكون لونها غامق،
هذا لون بيبقى كتير لطيف. هلأ ابتدى السكر عندي يدوب، أقلب تقليب خفيف بهذا الشكل، أتأكد إنه السكر داب. فيكم تشوفوا الملمس تاعه. هلأ هون عندي النشا، حضيف له مقدار من المي، بس أدوبه حوالي معلقتين من المي. أحرك النشا بهالطريقة وعلى طول على الخليط وهو عم يغلي، وإيدي بتحرك بهالشكل. أستمر بالتحريك، خلوها تأخذ غلوتين ثلاثة على النار لغاية ما تصير، حتلاقوا القوام صار متماسك وحتصير شفاف شوي، لأنه هلأ بس يغلي عند النشا بيصير شفاف. الصوص هذا فيني أجهزه قبل بوقت واحتفظ فيه في البراد لوقت اللي بدي. بنلاحظ كيف صار القوام متماسك والريحة تفتح النفس. وخلينا نشوف مع بعض طريقة التقديم. أعزائي الناجتس أصبحت عندي جاهزة، طبعاً أنا لسه ما حطيتهاش في طبق التقديم والصوص لساته سخن، بس ممكن أدوق. يعني هاي المرة لازم أدوق. هاخد قطعة. أوه، أنا بحب الأكل اللي بحرق على فكرة. مش بحرق قوي، بس يعني هذا سخن وبحرق، فيمكن بعرفش أحكي لكم بعد هيك إيش الوضع. لازم تجربوها وتفضلوا.